السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية شعبة علوم وشعبة رياضيات. إن شاء الله نبدأ النهاردة حل بوكلت 2018 دور تاني، بدأنا به الحلقة الماضية وإن شاء الله نكمل النهاردة. نبدأ السؤال رقم 17، بيقول لي وضح بالمعادلة الكيميائية أثر النيترة. أثر نيترت 1 و2 و3 ثلاثي هيدروكسي بروبان، ثم اكتب المعادلة او ثم اكتب اسم المركب الناتج واهميته. طبعا انا هنشتغل بالمعادلة على طول عشان الوقت. اثر نيترت 1 و2 و3 ثلاثي هيدروكسي بروبان، خلاص في عندي هنا CH2 هنا OH زائد 3 حمض نيتريك. طبعا في طريقة بنعملها هنا برضو، انا عندي حمض نيتريك عبارة عن OH NO2، في منها 3 اللي انا بعملها بالاحمر دي، بنفك ايه حمض النيتريك بنجزأه OH NO2. خلاص السهم عليه حمض كونك H2SO4 وحرارة. طبعا اللي انا عامله ده هنقول ال OH مع ال H في الثلاثة دول، وبص كده اهو حمض النيتريك الازرق ده اللي هما الثلاثة جزأتهم ويطلع لي 3 جزيئات ايه مية، زائد الناتج. الناتج هيطلع عندي CH2 CH CH2 ONO2 ONO2 ONO2. ده اسمه ثلاثي نترات الجليسرول، انه قال لي اذكر اسمه خلاص، او النيترو جليسرين، ليه اسم تاني النيترو جليسرين. النيترو جليسرين له اهمية طبعا، هنا زائد ايه 3 جزيئات مية. الاول نشوف اهميته، صناعة المتفجرات يبقى الاهمية بتاعته صناعة المتفجرات. نمرة 2 توسيع الشرايين لعلاج الأزمات القلبية. معادلة مهمة وسؤال مهم على بعض. ده كان السؤال 17. السؤال 18، اشرح تجربة توضح أثر التركيز على معدل التفاعل مع التوضيح بمعادلة كيميائية. طبعا المعادلة الكيميائية المشهورة كلوريد الحديد مع سايو سيانات الأمونيوم. المعادلة دي مكررة كتير في الامتحانات، يبقى بنكتب المعادلة كلوريد الحديد 3 زائد 3 NH4SCN. خلاص ده تفاعل انعكاسي يديني FeSCN كل 3 زائد 3 NH4Cl. طبعا عند اضافة الشرح اللي انا اشرحه بقى كده على المعادلة، عند اضافة محلول كلوريد الحديد، لو ضفنا محلول كلوريد الحديد الى محلول سايو سيانات الامونيوم عديم اللون يظهر لون احمر ايه دموي، يبقى اللون ده ايه احمر دموي. خلاص يبقى الوقت هنا عند اضافة محلول كلوريد الحديد 3 الى محلول سايو سيانات ده عديم اللون يظهر لي اللون ايه احمر دموي اللي هو سايو سيانات ايه الحديد. عند اضافة المزيد لو زودنا هنا
خلاص كلوريد الحديد 3 نجد أن لون المحلول يزداد احمرارا، مما يدل على تكوين المزيد من ايه؟ ثيوسيانات ايه؟ الحديد 3. يبقى ده الشرح اللي انا قلته عشان ما نضيعش وقت في الكتاب. يبقى انا هنا عندي لما نزود اكتر يبقى ما نركز محلول كلوريد الحديد بيسير في الاتجاه الطردي فيزداد اللون الاحمر ايه؟ الدموي. بعد كده السؤال ده 18، ده السؤال 18 اثر التركيز على تفاعل كيميائي. 19 اكتب المصطلح العلمي. العناصر التي تتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4D وتقع في الدورة الخامسة. العناصر الانتقالية، العناصر الانتقالية رقم 19. ألف العناصر الانتقالية سلسلة تانية، سلسلة تانية. الكلام ده يكون محفوظ، يكون مفهوم قبل ما يكون محفوظ. نمرة باء، عملية الهدف منها الحصول على أحجام صغيرة من خام الحديد تناسب عملية الاختزال. ده متكرر بالمناسبة كتير دلوقتي، يعني برضه مهم في الامتحان. هنا عملية الايه؟ التكسير. نيجي للسؤال رقم 20. السؤال رقم 20، كيف تكشف عمليا بالتجربة الأساسية مع التوضيح بالمعادلة الكيميائية عن كاتيون الكالسيوم وعندي كاتيون ايه؟ الحديد. طبعا الكشف عن كاتيون الكالسيوم بيقول للتوضيح بالمعادلات. يبقى أول حاجة ألف، ألف الكشف عن كاتيون، عن كاتيون الكالسيوم. كاتيون الكالسيوم ده نبدأ نشوف المعادلة بتاعته. كلوريد الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم معروف ان الكالسيوم ثنائي، هياخد 2 كلور زائد NH4CO3 يعني ايه؟ كربونات الامونيوم. يبقى كلوريد الكالسيوم زائد كربونات الامونيوم سهم هيديني 2NH4Cl زائد الراسب الابيض المشهور اللي هو كربونات الايه؟ الكالسيوم. كربونات الكالسيوم راسب ابيض من كربونات الكالسيوم. نمرة باء، الكشف عن كاتيون الحديد، الكشف عن كاتيون الحديد 2، التفاعل بتاعه كبريتات الحديد، كبريتات الحديد FeSO4 زائد هيدروكسيد الأمونيوم. طبعا ده أحادي وده أحادي، ولذلك لازم ناخد 2 هنا عشان يبقى ايه؟ في توازن او المعادلة تبقى موزونة. هيديني NH4SO4 كبريتات الامونيوم زائد راسب ابيض مخدر من هيدروكسيد الحديد 2، هيدروكسيد الحديد 2 يبقى لونه راسب ابيض بس على اخضر كده، ابيض مخدر، ابيض مخدر. يبقى دي الكشف عن طريق المعادلات، توضيح معادلات كاتيون الكالسيوم وكاتيون ايه؟ الحديد. يبقى ده السؤال رقم 20. السؤال 21، 21 بيقول لي ألف، ينطبق قانون فعل الكتلة على محلول أسيتات الأمونيوم ولا ينطبق على محلول كلوريد الصوديوم، لأن معروف قانون فعل الكتلة لا ينطبق إلا على المركبات ضعيفة التأين، بتبقى ضعيفة غير تامة التأين. خلاص، اما كلوريد الصوديوم معروف ان هو مركب قوي، الكتروليت قوي، تام التأين، ولا ينطبق قانون فعل الكتلة الا على الالكترونات الضعيفة. نقولها تاني بسرعة، ينطبق قانون فعل الكتلة على محلول اسيتات الامونيوم لانه الكتروليت ضعيف غير تام التأين، اما كلوريد الصوديوم ما ينطبقش على قانون فعل الكتلة لانه الكتروليت ايه؟ قوي تام التأين. طيب رقم باء، قد ط
تصطدم جزيئات المواد المتفاعلة مع بعضها ولا يحدث تفاعل. يبقى اصطدام الجزيئات ممكن تصطدم مع بعضها لعدم امتلاك بعض الجزيئات المتصادمة الطاقة اللي احنا بنسميها طاقة التنشيط، المتصادمة لطاقة طاقة حركية عالية تمكنها من كسر الروابط بين الجزيئات، أو لعدم إجابة نموذجية صغيرة هيت لعدم امتلاك بعض الجزيئات طاقة التنشيط. لعدم امتلاك، يبقى السؤال 21 ألف، لأن أسيتات الأمونيوم الكتروليت ضعيف غير تام التأين، غير تام التأين. أما كلوريد الصوديوم الكتروليت قوي تام التأين. وقانون فعل الكتلة لا ينطبق إلا على الإلكتروليتات الضعيفة. نمرة باء، بنقول إجابة السؤال بالرغم من اصطدام جزيئات المواد المتفاعلة مع بعضها إلا أنه قد لا يحدث تفاعل. هنقول لعدم امتلاك بعض الجزيئات طاقة تنشيط، ومعروف طاقة التنشيط قلناها قبل كده كذا مرة حد الأدنى من الطاقة لحدوث التفاعل. يبقى لعدم امتلاك بعض الجزيئات طاقة التنشيط، يعني الحد الأدنى من من القيام بالتفاعلات الكيميائية. رقم 22، بنقول اختر الإجابة الصحيحة. يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف في الكشف عن أنيون وكاتيون. طبعا معروف أن حمض الهيدروكلوريك مخفف يعني بيستخدمه في النيتريت والفضة كربونات لكن الكالسيوم لا. خلاص، يبقى الوقت هنا النيتريت والايه الفضة، ونراجع الكشوفات مع بعض إن شاء الله. يبقى رقم 22 بتبقى باء، واتفقنا بنكتب الإجابة النيتريت والفضة. رقم 23، وضح التغير الحادث في اللون عند تسخين دور زجاجي مغلق يحتوي على ثاني أكسيد النيتروجين في درجة حرارة الغرفة مع التوضيح بالمعادلة الأيونية. طبعا المعادلة الأيونية معروفة ومشهورة وجي عليها كذا سؤال. 23، المعادلة 2NO2 تفاعل انعكاسي، هنا طبعا cold تبريد، وهنا heat تسخين. طبعا هو جايب لي هنا تسخين بس، يبقى N2O4 زائد هيت، هنقول تزداد درجة اللون البني المحمر، يعني يسير في اتجاه العكسي، يسير في الاتجاه العكسي. يبقى الوقت هنا لما نسخن خلاص هيمشي في الاتجاه العكسي فيزداد لون البني المحمر. رقم 24، اختر الإجابة الصحيحة. الأيونات التي لها تركيب 3D أرجون 3D 4 هي المنجنيز والكوبالت، حديد وكروم، كروم ومنجنيز. هي كروم ومنجنيز طبعا معروفة ان هي غير ممتلئة التلاتة دي. خلاص، يبقى انا عندي هنا الأيون بتوع كروم الثنائي وأيون المنجنيز الثلاثي. يبقى 24 هتبقى رقم جيم، واتفقنا بنكتب الإجابة كروم موجب 2 ومنجنيز موجب 3. منجنيز موجب 3. سؤال
رقم 25 يبقى إن شاء الله نبقى واقفين النهاردة على السؤال 25. الحصة القادمة بإذن الله نبدأ إجابة السؤال 25 بإذن الله. وما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ويتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.